الو، اتفضل. الو ايوه اتفضل. الو، صوتي واضح؟ ايوه صوتي واضح. واضح. نعم، احنا لو طبقنا يعني كلامك، انت تدعي تتكلم باسم الاسلام والنبي محمد، لكن لو طبقنا تصرفاتك، يعني انت لا تطبق تصرفات النبي في ايه؟ زي والاثبات ايه على مثلا؟ كلامك هذا، زي ايه بس طيب؟ انا اثبت تناقضك. زي ايه؟ ها، زي ايه؟ زي انا اقول لك زي ايه. على سبيل المثال، قبل شوية في أحد اتصل عليك والنبي محمد أنت ثابت عندكم وعدنا بأن المنافق عبيد الله بن سلول عندما توفي النبي صلى عليه وكفنه في قميصه، وعندما اتصل عليك أخ وقال لك واحدة واحدة بس، شيعي واحدة واحدة سباب، واحدة واحدة واحدة، نزلت اشمره آية في أي واحدة حتة، واحدة 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 اشمره في واحدة حتة. واحدة بس واحدة واحدة خلي واحدة أكمل واحدة شرح، بس خلي بس بس أكمل شرح. واحدة 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 واحدة. ما أظنش أي محشي في أي حل. لما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصلي عليه ويكفنه، ماذا نزلت الآية؟ قالت ماذا؟ ماذا قالت؟ قولت لا مش قايل، يعني أنت حافظ ديت ومش حافظ ديت؟ لا، مش حافظ نية. أنا طيب أريدك ممكن تطبق كلام تفسر لي النبي قوله الرسول. تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره؟ يوجد الكثير من السبة يكفرون بالله ومع ذلك يا يدفنون أستاذنا في أنا ما المقابر كلمتك دلوقتي، أنت الإسلامية. كلمتك أكو عن واحد النبي شمرهم؟ صلى الله، أنت كلمت عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت لك آية من القرآن، ما تقوليش كتير قالوا إيه. أنا بقول لك دلوقتي لو سمحت تفضل فسر لي قوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. يعني النبي محمد يخالف يا كلام أستاذ الرسول إذا فسرها لي بقى صلى أنت، عليه؟ أنا عايزك تفسر لي الآية دي، ما تقوليش النبي خالف ولا لم يخالف ومش عارف، فسر لي، أنا عايزك تفسر لي الآية بس، مش عايز منك حاجة أكتر من كده. اتفضل فسر لي الآية دي، أديك وقتك، اتفضل اذهب إلى أي موقع شيعي، الميزان، التبيان، الصافي، اذهب إلى أي موقع شيعي فيه تفسير وتفضل فسر لي الآية: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. اسأل النبي محمد، هو صلى على عبيد الله انت بن هتقول لي سلول روح يا اللي ابني، صلى على روح يا منافق. ابني، روح روح يا ابني، روح يا ابني، روح يا ابني. ما احبش المعاند، جاي في دماغه حاجة واحدة بس مش عايز يسمع غيرها، حاجة واحدة مش عايز يسمع غيرها. تقول له: يا ابني طب اديني التفسير من عندك وانا اخطأت. بقول له: دي اتفضل اديني التفسير من عندك انت. يقول لك: يعني النبي محمد